نوح عليه السلام كم مكث في قومه؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. قال جل وعلا في سورة العنكبوت: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. هنا سؤال: لماذا جاءت قصة نوح في آيتين في سورة العنكبوت؟ ليش؟ قصص الأنبياء لا ترد في سورة إلا ولها هدف. تجد في بعض السور قصة نبي من الأنبياء تأخذ 40 آية، 50 آية، 60 آية أو أكثر. بل هناك سورة خاصة ليوسف عليه السلام، سورة نوح، سورة هود، وإن كان فيها قصص من الرسل كذا، لكن سورة كاملة قصة يوسف، سورة كاملة قصة نوح، وهكذا. فلماذا أحيانا تأتي مختصرة وأحيانا تأتي مطولة؟ هذه فائدة عرضية في المحاضرة لأجل مناسبة ذكر قصة نوح عليه السلام. جاءت في سورة العنكبوت في آيتين، لأن المقصود من ذكرها في هاتين الآيتين هو ذكر الزمن فقط. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم ذكر النتيجة: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. القصة بتفاصيلها لا تهم في هذا الموضع. لماذا؟ لأن سورة العنكبوت الهدف منها والمقصد هو التحذير من الفتنة. لذلك في أولها ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولقد فتنا الذين من قبلهم، سورة في كل ما فيها يتحدث عن الفتنة. الآية الآن قصة نوح عليه السلام في آيتين، ما الفتنة؟ أين المخرج من الفتنة الذي دلت عليه هذه الآية؟ فتنة بالزمن. ما صار شيء، 10 سنين ما صار شيء، 20 سنة ما صار شيء، 30 سنة ما صار شيء، ما انفعت الدعوة ولا انفع كذا، لابد من الجهاد المسلح. نوح عليه السلام كم مكث؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. ما النتيجة؟ النتيجة أنه دعا الله جل وعلا فأنزل النصر عليه، لكن كم المدة؟ فهذا يعطيك الحذر من الافتتان بالزمن، وأن تقول عملنا وعملنا ما نفع، هؤلاء عملوا، لا بد من كذا وكذا، دون طريقة شرعية صحيحة. فإذا من نظر إلى الأمور بدون نظر علم وصبر فإنه خالف منهج أولي العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال في الآية الأخرى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.